أعادت عملية توقيف أحد أشهر المتورطين في تهريب البشر من ليبيا وائل مسعود الحصايري في إيطاليا فتح ملف التهريب في محاولة لكشف من يقف خلفه ومن يدعمه في ليبيا. مسؤول بمنظمة محلية في ليبيا أوضح في تصريحه لصحيفة الشرق الأوسط أن الحصايري لم يكن وحده في عمليات التهريب، مذكرا بأحمد الدباش المعروف بالعمو، مشيرا إلى أن هناك أسماء كثيرة لم تكشف بعد في ليبيا. ووفقا لمصادر حقوقية فإن وائل مسعود الحصايري يبلغ من العمر 38 عاما، وكانت له أنشطة مشابهة في تهريب البشر، منها ممارسة التعذيب والأعمال غير الإنسانية على المهاجرين. أما اللاجئ الصومالي الذي كشف عن الحصايري للشرطة الإيطالية فقد أفاد في بلاغه بأن المدعو كان له لقب وسط عالم التهريب وهو الزعيم بيتر، وقد مارس ضده التعذيب مرات عدة وعرضه للصاق بالكهرباء لابتزاز المال. كل هذا وأكثر أزاح اللثام عن المتورطين في عمليات التهريب وقادته في ليبيا، ومن ضمنهم مجموعة بوغرين ومجموعة العمو التي كانت تمارس أعمالها غير القانونية من صبراتا قبل سيطرة غرفة عمليات صبراتا على المدينة، ومجموعة إبراهيم لحناش في الزاوية قبل مقتله بسنوات، وعبد الرحمن ميلاد الشاهر بالبيجة الذي أثار الجدل مؤخرا بعد زيارته إلى إيطاليا ونفت حكومة الوفاق علاقتها بأحد أبرز مهربي البشر في ليبيا.